بالطبع السلام عليكم. بالطبع هذه أول مرة اللي راح يعني ندير فيه تدخل، ولكن باش نعلمكم راح تكون في أقرب وقت ندوة صحفية اللي راح نقدموا فيها البرنامج تاع المديرية التقنية كل صغيرة وكبيرة، وتكونوا أنتم الدعوة راهي مفتوحة، يعني راح نمدوا برك اليوم والتاريخ اللي باش تكونوا إن شاء الله حاضرين معنا. إن شاء الله هي مسؤولية كبيرة سيد مصطفى. احنا رانا اهل تاع كره القدم، ويعني السنوات اللي مضات يعني وكنا في يعني في الميدان، والتكوين تاعنا الاكاديمي والاخر يعني درنا الترشح تاعنا والحمد لله ان شاء الله نكونوا في المستوى. شيخ، شنو يعني كاس افريقيا المحليين هذه اللي جازت؟ يعني عمل كبير كان يندر على بعض المنتخبات الافريقيه اللي جات شاركت بلاعبين من 2005 2004 2000، هذا يدل باللي انه عمل كبير راه يندر في افريقيا، لان يعني شنو منتخبات مثل النيجر، موريتانيا، السنغال، بعد السنغال في مجال التكوين يعني ديباساونا نوعا ما احنا الجزائر بالنسبه للتكوين، وخاصه انه شفنا كلام الناخب الوطني مجيد بوكرا كان اثر على مراكز التكوين. اليوم مدير فني وطني، ما هو نعرفوا نقطة تاع على بالي بلي برنامجكم كبير وواسع، لكن من حيث هذا البرنامج التكوين ومراكز التكوين، وشنو هو الدور تاع مدير الفنية، ولا هي النظرة تاعهم لهذا الموضوع؟ هذا الموضوع راح تشوفوه في الندوة الصحفية بحد ذاتها إن شاء الله، يعني لأن فيه في البرنامج فيه هذه النقطة تكلم عليها، ونقطة مهمة جدا هي مستقبل تاع كرة القدم الجزائرية. عندنا سؤال برك على منتخب 2023، يعني الفرصة يعني جات بعد عودة المنتخب اللي حيواجه غانا في إطار التصفيات، يعني هل بعد أتو يعني إعادة الهيكلة هذا المنتخب تاع 2023 لتنصيب يعني مدرب؟ المدرب راهو في المكان، ولد علي نور الدين اللي هو يكمل مع الطاقم تاعو، عنده مهمة اللي راح مباراة ضد الغانا، ونعرفوا بلي مباراة مهمة جدا اللي هي اللي راح تسمح إذا تأهلنا إن شاء الله ونكونوا في كأس إفريقيا، والكأس إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد 24 في باريس. وهذا يعني العمل راه يندار، حتى يعني الطاقم الفني كان يتبع اللاعبين ديالو في انتظار اللي كان القرار النهائي اللي هو نظن يعني تنصيف الجزائر اللي تعاود ترجع في المنافسة. وهذا يعني ما كانش قاعد المدرب ما كانش قاعد يستنى هذيك، ولكن كان عنده عمل كان يقوم ب يعني حوصله حسب يعني اللاعبين تاعو، راح كان يشوف كان يتابع فيهم سواء داخل الوطن وخارج الوطن. هذا اللي يعني اليوم رانا نمشيو بخطى ثابته للمباراه ضد الغانا ان شاء الله. بالنسبه ايضا لكاس افريقيا 2017 اللي احتفظنا بها الجزائر، هل هناك يعني على هامش هذه اقل 17 سنه اقل من 17، هل هناك يعني برنامج للمديريه الفنيه على هامش هذه الدوره، يعني تكوينات مدرب ولا لقاءات يعني حبيبي في لها تكون برنامج لهذه الدوره شو؟ بالطبع يعني كاين مدرب كاين طاقم فني اللي راه يعمل ماهوش من اليوم اللي عنده المنتخب المديريه الفنيه على هامش هذه الدوره، يعني اس كاين ديسيمين مره اخرى يعني نعطيك تمريره بخارج كما نقولوا بالاكستيريو دي بي، في هذه راح تشوفوا يعني البرنامج والخطه وهذو يعني تكلمنا عليهم تكون في الندوه الصحفيه اللي نزيدوا ندققوا فيها ونمدوا كل صغيره وكبيره على هذا السؤال اللي مهم ومهم جدا. الا ان يعني كاس افريقيا اقل من 17 سنه الطاقم الفني راه يعمل راه بجديه، والمديريه التقنيه راهي دائما وراء المنتخبات تاعها وتمد كل الامكانيات للاتحاديه، هي اللي تمد يعني الامكانيات الماديه البشريه موجوده تقعد هنا، الا من ناحيه التقنيه اللي المدرب راه يعمل بصفه منتظمه يعني كما يقول لك التربصات اللي دار يعني عده تربصات عده مباريات، ان شاء الله كل هذه الامور راح تنعكس ايجابي على الفريق، والهدف تاع هذا الفريق هو ان باش على الاقل الفريق يتاهل الى كاس العالم اللي ستجرى ان شاء الله في البيرو، ونظن يعني في حظ كبير لان اذا تكون في النصف النهائي فقط راح تكون في المونديال. سيد مصطفى بسكري، الجزائر ابهرت الجميع من خلال تنظيم البطوله الافريقيه الاخيره للاعبين المحليين، والان الهدف ان شاء الله هو تنظيم كاس افريقيا 2025 او 2025.
طبعا يعني كل المواصفات اللي كما نقول لك من ناحيه الشروط اللي تطلبها يعني التنظيم، هذه شروط كامل موجوده وماشي من اليوم. الجزائر يعني في التنظيم الاتحاد دائما كان تنظيم جيد في المستوى، يعني مره اخرى زادت بينت وبرهنت ان الجزائر ممكن وقادره باش تدير اي منافسه قاريه، ولما لا يعني اكثر من قاريه. اذا شفنا في الالعاب البحر الابيض المتوسط بكل يعني جداره في مقبل، يعني عندنا عادات وتقاليد في التنظيم يعني المنافسات الكبرى، وهذا من السنوات السبعينات في القرن الماضي، هذه يعني ماهوش شيء غريب. الا ان اليوم المواصفات اللي تطلبها الكاف لتنظيم المواصفات عالمية، واليوم الجزائر عندها مواصفات عالمية، الميدان، الفنادق، يعني النقل من ناحية كما نقولوا الاتصال، كل هذه الأمور موجودة وراهي يعني حاضرة. الجزائر قادرة ربما من الشهر الجاي، يعني إذا يحبوا ينظموها الشهر المقبل، الجزائر راهي واجدة باش تدير هذا المتظاهرة، يعني التظاهرة هذه اللي يعني أكبر تظاهرة في القارة. اخر سؤال سيد مصطفى مسكري يتعلق بحضور رئيس الفوف جهيد زفزاف في التواجد في لجان الكوف، علما انه الانتخابات راح تكون في تيغالي شهر مارس المقبل، تقريبا من الحدث. كيفاش تشوف المهمه تاع جهيد زفزاف والحضور الجزائري الذي يغيب عن هذه اللجان والمكتب التنفيذي للكوف؟ كان عندي ثقة كبيرة في يعني في حظوظ باش يكون الأخ والرئيس زفزاف في هذا يعني في المنظومة هذه، لأن المستوى تاعو سواء في التسيير سواء يعني من ناحية الأكاديمية، من ناحية يعني التجربة اللي عنده ماهيش من اليوم، يعني عنده كل المواصفات باش يكون في هذه المنظومة. وحنا أنا شخصيا عندي ثقة كبيرة باش يكون في هذه المنظومة، وإن شاء الله لما هو يكون في هذه يزيد يفتح إن شاء الله البيبان عدة أعضاء واحد أخرين اللي يكونوا مثل يعني اللي راهم بعض البلدان اللي عندهم عدة يعني أمور اللي راح تساعد. وأنا اعتقدي كبيرة باش يكون إن شاء الله في